يا رب. بسم الله يا طلاب، كيفكم اليوم؟ جاهزين لكم هيك فكرة على الاتزان، على سؤال الاتزان، رائعة جدا. الفكرة شوي مختلفة عن طريقة طرح الكتاب، رائعة جدا، راح أفهمكم إياه بعد هذا المثال. بس أفهمكم إياه، اللي بيستطيع أي طالب يحل هذا المثال أنا ببشره أنه يكون، يعني المتوقع أنه يكون من أوائل المملكة. فركزوا معي على هذا المثال، بدي أفهمكم إياه على أساس تقدروا تحلوا هذا المثال لحالكم. بيشبهه بس هذاك أصعب شوي، فمندربكم على هذا بتحلوا هذاك مباشرة. هون في عندي لوح خشبي، طول هذا اللوح 8 متر، وهذا اللوح الخشبي وزنه 200 نيوتن، يرتكز على ضفتي نهر A و B. شخص واقف هون على بعد 2 متر من الضفة A، وهذا الشخص وزنه 800 نيوتن واقف على اللوح الخشبي. اللوح الخشبي متزن على الضفتين، متزن على الضفتين. بناء على هاي المعطيات الموجودة أمامنا، طول اللوح الخشبي 8 متر، وزن اللوح الخشبي 200 نيوتن، شخص يقف على بعد 2 متر من الضفة A ووزن هذا الشخص 800 نيوتن وهذا اللوح متزن، أنا وإياك بدنا نيجي نحسب قيمة FA، نيجي نحسب قيمة FB. هسا الطالب أول ما يفكر بأسئلة الاتزان أمامه طريقتين للتفكير. الطريقة الأولى اللي بده يفكر فيها هي الطريقة الآتية، اللي هي مجموع العزوم يساوي صفر لأنه هذا متزن انتقاليا. وفي عندي طريقة تفكير ثانية، مجموع الF تساوي صفر، متزن انتقاليا ومتزن دورانيا، متزن انتقاليا ومتزن دورانيا، مجموع العزوم صفر متزن دوراني، مجموع القوة صفر متزن انتقالي. طيب هسا انه يجي طالب يبلش في مجموع F صفر مش صح، لانه هذول القوتين مجهولات فمش راح يستفيد. مجموع القوة اللي تحت 800 زائد 200 1000 نيوتن، فبالتالي هذول بدهم يكون مجموعهم 1000 بس انهم الثنتين مجهولات، فبالتالي ما بقدر أبلش في مجموع F تساوي صفر. وإحنا نحكي لطلابنا دائما إذا كان في قوتين بأسئلة الاتزان مجهولات فما ببدأ في مجموع F تساوي صفر. بيروح الطالب بده يجي يحل على مجموع تاو تساوي صفر، ممتاز، راح يواجهه مشكلة. المشكلة راح تواجهه أنه السؤال مش محدد محور دوران، بحيث أنه السؤال يعتمد في السؤال، الطالب يعتمد في السؤال عليه. هنا فكرة السؤال أنه هذا الجسر لا يدور، عرفتوا كيف؟ في اتزان ومش محدد هلأ هون السؤال محور الدوران. طب في هيك حالة شو بنعمل؟ في هيك حالة إذا بدك توجد FA، قيمة FA اعتبر أنه محور الدوران هون مار في الضفة B، وإذا بدك توجد هلأ قيمة FB اعتبر أنه محور الدوران مار في الضفة A أو في الطرف A. هلأ أنا قاعد أفكر أوجد FA، فبالتالي بدي أعتبر أنه محور الدوران يمر وين؟ محور الدوران يمر في الضفة B، فبالتالي صارت هاي نقطة واقع محور الدوران، هاي نقطة تأثير القوة، فهذا امتداد الـ R، يعني هذا كله R، فبالتالي هذا امتداد الـ R، وهنا صار عندي محور دوران. باجي بحدد الإشارات من R إلى F عكس L عقارب، فبالتالي هذا عزم موجب. من R إلى F، من R إلى F، فبالتالي هذا مع العقارب بعطيني عزم سالب. زي ما تعلمنا نبدأ بالموجب وننهي بالسالب. باجي بمسك قيمة هلأ مجموع العزوم صفر، باجي بحكي هسا نغير اللون عشان الطلاب يكون اللون أوضح، نكتب باللون الأبيض، نكتب باللون الأبيض يا رب. باجي بحكي قيمة FA، قيمة FA اللي أنا بدي أوجدها، تمام، في بعد الـ FA عن محور الدوران، فلازم آخذ البعد كامل، لازم آخذ البعد كامل أو طول الجسر الخشبي كامل الذي يقدر في 8، هاي بضرب في 8، ناقص باجي هسه هون FG1 اللي هو وزن هذا الشخص الواقف في بعده من هون لهون اللي هي 6 متر لأنه هاي 2 فبيظل 6 متر، هاي بضرب في 6، ناقص وزن اللوح اللي هو ببعد من هون لهون 4 متر لأنه الوزن انتو بتعرفوا يقع في المنتصف، اللوح طوله 8 متر فالوزن في المنتصف من هون لهون 4، من هون لهون 4، إذن باجي بحكي ناقص FG2
ضرب 4 هذا كله يساوي 0. هسا بالتعويض 8 اف اي ناقص 6 اف جي 1. خلينا نعوض قيمة جي 1، خلينا نعوض قيمة جي 1 بالسؤال. طيب ناقص 6 ضرب قيمة اف جي 1 معطينا اياها بالسؤال 800، هي 800 ناقص اف جي معطينا اياها بالسؤال 200، هي 200 ضرب 4 هذا كله يساوي 0 لانه مجموع التاو 0. باجي بحكي هلا 8 اف اي ناقص 6 ب 8 48 وفي عندنا صفرين ناقص 800 تساوي 0. لاحظوا الارقام كبيره شوي، فمرة علمتكم بالسابق أنه لو قسمنا كل الأطراف على 8 بيكون الوضع ممتاز. فهنا عندي FA ناقص 600 ناقص 100 تساوي 0، معناته FA بده يطلع عندي ناقص 700، نقولها 700 نيوتن. يوم تيجي تطلع أنت قيمة FA 700 نيوتن بكل سهولة نيجي نطلع قيمة FB بناء على قاعدة مجموع F تساوي 0. باجي بشتغل هون على طرف الهامش أنا وياكم. أنا عندي مجموع الـ F صفر، يعني F في B زائد F في A بدها تساوي F G 1 زائد F G، F G 1 زائد F G. F B أنا لسه مش مطلعها، زائد 700 تساوي F G 1 800 زائد F G 200، هذا 1000 هاي 700، فبالتالي اف بي بتطلع 300. اذا الاف اي طلعت 700 نيوتن، الاف بي طلعت 300 نيوتن. اذا الفكره من هذا السؤال طلابنا انه مش محدد موقع محور دوران، جرت العاده انه يعطينا اتزان نقطه مثلا او دعامه واحده فبالتالي نعتبرها محور دوران، هنا معطينا ضفتين أو بمثابة دعامتين A و B، فبهيك حالة مسموح لك أنك تعتبر محور الدوران آسف يمر في الضفة B، فبالتالي بتشتغل بشكل طبيعي، أو مسموح لك أنه محور الدوران يمر بالضفة A وبتشتغل بشكل طبيعي. في حالة اعتبرنا أنه محور الدوران يمر بالضفة B، فبالتالي هاي نقطة تأثير القوة، هاي نقطة على محور الدوران، هاي نقاط تأثير القوة، هاي بتبعد من هون لهون 4 متر، هاي بتبعد من هون لهون 6 متر، هاي بتبعد من هون لهون 8 متر، وبتحل بهاي الطريقة. هذا السؤال الطالب فهمه، شوفوا لي هلا هذا السؤال، ممتاز، طالب ممتاز جدا اللي بيقدر يحل هسا هذا السؤال. هذا السؤال الطالب اللي بيحله طالب ممتاز جدا. في عندي لوح يرتكز على ضفتين A و B، هذا اللوح طوله L، طوله L. على بعد ربع L منه علقت أنا ثقل وزنه 450 نيوتن، وهذا اللوح وزنه 200 نيوتن، وزنه 200 نيوتن، وانتوا بتعرفوا ان الوزن بيكون في منتصف اللوح. بناء على هاي المعطيات طوله L، على بعد L على 4 من هون علقت وزن مقداره 450 نيوتن، وزن اللوح 200 نيوتن، بدي منكم إيجاد قيمة F1 وإيجاد قيمة F2. السؤال موجود أمامكم، عندي لوح طوله L، وزن هذا اللوح 200 نيوتن، على يسار A على بعد ربع L في ثقل مقداره 450 نيوتن، هذا اللوح متزن، طالب منكم قيمة F1، طالب قيمة F2. اللي بيحل هذا السؤال طالب ممتاز جدا جدا جدا. يلا نشوف، نحط الإجابات في التعليقات، يعطيكم ألف عافية، يلا حلوا هذا السؤال يا أبطال.